قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من برنامج مع الناس على الهواء مباشرة من قناة عدن الفضائية. كما تعودنا في مثل هكذا يوم نبقى دائما معكم من السبت إلى الخميس في لقاء يومي متجدد، ومن السبت إلى الأربعاء نجمع الاتصالات حول مشكلة أو قضية معينة، أعلى نسبة اتصالات بنحاول نسلط الضوء عليها في لقاء يوم الخميس كما تعودنا في برنامج مع الناس، لنحاول أن ننقل همومكم ومشاكلكم إلى الجهات المختصة في البلد. أذكر مشاهدينا الكرام بشكل عام بأن برنامج مع الناس يمكن المشاركة فيه من خلال إرسال رسالة نصية، رسالة SMS من الجوال من صندوق الرسائل، إرسال رسالة على رقم البرنامج اللي بيظهر إن شاء الله أسفل الشاشة الآن موجود معكم. ترسلوا الرسالة النصية دي على رقم البرنامج فيها عبارة مع الناس، نحن بنرجع نتواصل معكم وخلال فترة البرنامج طبعا بنتواصل معكم، إنما استلم الرسائل مفتوح 24 ساعة. للأسف في بعض الأحيان يحصل نحن نستلم مكالمات على رقم البرنامج، ورقم البرنامج كما قلنا فقط مخصص لاستلام الرسائل، فأنتم لما تتصلوا ما بتلاقوش حد يرد لأنه عبارة عن جهاز فقط بيستلم الـ SMS. بيجي بنشوف ان في مكالمات وارده، اتصل بك الرقم كذا، اتصل بك الرقم كذا، احنا طبعا ما بنقدرش نرد لانه الجهاز فقط مخصص لاستلام رسائل نصيه SMS، مش رسائل واتس ولا مكالمات هاتفيه عشان نتواصل معاكم. واحد. اثنين، يصادف انه حد ارسل فيكم رساله SMS مثلا الصباح، مع العلم ان البرنامج بيطلع العصر، فده ما يمنعش انه ترسل الرساله وتنتظرنا العصر، احنا بنتواصل معاك الساعه 4:30. فالغالبية طبعا يعني اما يكون طلع برا على البيت، اما يكون مشغول، اما يكون نايم، اما يكون مطفي جواله، فيصادف ان احنا ما نقدرش نتواصل مع الكل، فالارقام اللي بترد علينا هي اللي بتكون مشاركة معنا في الحلقة. فادعوكم بان ترسلوا رسائل نصية SMS وتبقوا فاتحين جوالات العصر عشان نقدر نتواصل معكم ونسمع همومكم ومشاكلكم على الهواء في برنامج مع الناس. نسعد دائما بالتواصل الطيب فيما بيننا البين في اطار برنامج مع الناس، لنكون حلقة الوصل بينكم وبين الجهات ذات الاختصاص، تتحدثون عن مشاكلكم، تتحدثون عن همومكم دائما بكل أريحية، ونحن مستعدون لأن نسمع كل الهموم وكل المشاكل ونحاول نبذل الجهد أن احنا ننقل للجهات المختصة عشان ده دورنا في برنامج مع الناس. أذكر بأن بريد قناة عدن الفضائية identv.64@gmail.com مفتوح ومخصص لاستلام المواد الإخبارية والمواد الفيلمية حول نشاطات وفعاليات لمنظمات مجتمع مدني، لمؤسسات خيرية، مؤسسات شبابية، فعاليات شبابية أيضا بتقوم في المحافظات المحررة، ممكن تصوروها وترسلوها لنا مع معلومة بسيطة حول النشاط أو الفعالية اللي صورتوها، نحن بنقوم بعرضه في فترة الأخبار كما يحصل دائما في كثير من الفعاليات والنشاطات المتعددة. رقم البرنامج طبعا كما قلنا فقط ما بيستلمش مكالمات، فقط رسائل، الرقم ده ما بيستلمش مكالمات فقط رسائل، عن طريق الواتساب مشتركين، عشان اللي عندهم واتساب وحابب انه يشاركنا مواد صور او فيديوهات حول قضية معينة مثلا او مشكلة معينة مثلا، ترسلوها لنا، تصوروها ترسلوها لنا، تقول لنا دي مشكلة كذا كذا في المكان الفلاني، ترسلوها لنا عن طريق الواتس ونحن بنرجع نناقشه. ما ترسلوش رسالة عادية وتقولي دي المشكلة كذا 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 كذا، ليش ما تكلموش عن كذا، لانه ده ما ينفعش، احنا نشي نسمع مشاكلكم وهمومكم باصواتكم انتوا على الهواء، لانه دي فكرة البرنامج وده اساس البرنامج. ومعنا اول اتصال اليوم في حلقة اليوم من ابيان ابو حسين. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك يا ابو حسين، يعطيك الصحة والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ابني؟ الله يسلمك ويعافيك ابي. كيف انت؟ تمام الحمد لله على كل حال. اخباركم في ابيان؟ والله يا ابني ابيان رمه على ما قلنا.
ليش خير؟ والله يا ابني عاصمك يعني رئيس الجمهورية، ولكن عبد ربه ما تنافس علينا ابدا. ايش اللي في ابين موجود؟ والله يا ابني انا لا بعطيك الا مثال بسيط، احنا نحطها من الصباح الى الابد لا كهرباء. بدون كهرباء؟ هذا مثال بسيط بس يا ابني. وما هو فيك انا اعظم. لا تشوف الطريقه اللي احنا حتى نبيا اللي نمشي فيها، يعني كل رمال معركه، يعني مثل الحين عدن نشاور نجيب غراضنا من داخل عدن. قالوا لي انه مغلقه بالرمال كثير، يعني بالكثبان الرمليه. بالرمال يعني يا عبدين، المحافظ المره الاولى لما طلع بالتلفزيون عندكم بالقناه حقنا في قناه عدن في التلفزيون وتكلم يقول فتحنا طريق عدن ابين، تكلفت لي في اليوم 47 مليون دولار. بالله برب 47 مليون دولار فتحوا باب طريق ورجعت الرمال ثاني مره. يا عزيزي السلطه المحليه عندنا داخل ابين غايبه نهائيا. ايوه اسمعك، اسجل بعدك ادور الملاحظات. ونحن الناشد الرئيس عبد الله يقول للفتح على المقطعين. السلطه داخل ابين لا عندنا يعني حتى الكهرباء، المحنه تعبنا فيها، الكهرباء تعبانين فيها، الطريق تعبانين فيها، وضعنا الداخلي داخل المحافظه يا اخوي دعار وضع سيء يعني. نناجد الرئيس ونقول له يا عبد الله على قولكم. يلفت علينا حتى بنص عين. شوف الرئيس يتحمل سلطه كبيره على ابيان محافظته واطلاله بسلطه محليه فاسده جدا يا اخوي. صارعوا على مدير الماليه بالله بربك بين المحافظ وبين مدير الماليه من اجل فلوسنا. المحافظ يشتكي مع مدير ماليه معين فلان بن فلان، والمدير الماليه يشتكي فلان بن فلان، والكل فارس على اخر درجه يا اخوي. الرئيس يعني والحكومه يفوتوا علينا، احنا بشر عانينا وتعبنا وتنكدنا في هذه البلاد. المره الاولى حرب القاعده وتعبنا، وبالمره حرب الحوثي تعبنا، والان رجعنا من جديد اللعبه من جديد. حرام العبث يا اخي. احنا شعب يعني كم بيتحمل؟ اي طاقاتنا اي امكانياتنا نبتدينا. صح يا محسن. اسالك بالله يا اخي انت بالله تبلغ الحكومه هذه وبلغ الرئيس ولا يهمك يا حسين. طبعا شوف، يعني بمجرد ما انت تتكلم اكيد في حد بيسمع حد كلامك، انما ان شاء الله بنشوف، نحاول نتواصل مع محافظ محافظه ابيان نشوف كيف الموضوع. يا حد يسمع كلامنا ولا انت تطلعه انت عندهم في الرياض قول له يقول اصحاب دار وعبد ربه على طريقه واسلامه ومعتصمه وفي عذر من السيد يا اخي. ولا يهمك ولا يهمك يا ابو حسين. انا عارف اشتري بالماء والله اشتري بوزي يا ابني. طيب الكهرباء تمنعها الان مواطير دحين هنا نهائيا. ما فيش كهرباء يا ابو حسين؟ تمنعها المواطير دحين في البلاد نهائيا ما فيش كهرباء في ابيان. والله من الساعه 8 ونص الصباح الى الان احنا بلا كهرباء. لازم نسلم بالله بربك. من 8 ونص الصباح هتمنعها الماطور حق دحين؟ لا من يعني مصدقك الجور علينا حرام يا اخي، احنا بشر. ولا يهمك يا ابو حسين، بنقل رسالتك. في محافظة وبعدين في مديرية صلاح خمسة، في مديرية صلاح بن جبال، سكان هكذا كذا يعني شاركين هكذا الحبل على القارب. طيب معك المواطنين يا ابني يا ابو حسين، بس ايش استفسر منك؟ يعني خنفر وزنقبار وايش المديريات كمان اللي تعاني من الكهرباء؟ يا اخي نحن اكبر مديرية في محافظة عدن مديرية خنفر. ايوه. وزنقبار مديرية كاملة يعني الى شقرة الى البسيمير الى بحريت الى الى كان اكثر من 400,000 تسمم. لازم من يا اخي يعانوا. ولا يهمك. بننقل رساله يا ابو حسين. البلاد عندنا تمشي والله بجهود ناس طيبين خيرين. يمشون يعني في مجموعه مجلس الحل هو اللي يمشي الامور، يصفي المخلفات هذه اللي في الاسواق ورسومات يستلموا يصفوا بها ينظفوا بها. الحكومه غايبه عننا. مسلمين الامور يعني كلها عوالة في البلاد. رسالتك وصلت يا ابو حسين. وانت عندهم في الرياض بلغهم يا ابي هذه رسالتك وصلت. ولا يهمك يا ابو حسين. ولا يهمك يا ابو حسين، رسالتك بتوصل ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. ايوه قول لهم يعني على 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 نشتري كهرباء يا اخي، نشتري طريق بس ما نشتري منهم حاجه مستحيل. باذن الله يا ابو حسين. انا ما تجي من عدن الا بعد امر قضاه الله. صدق انت الان بالله عاد اسم كريم ما حد يسلمونا الان.
شغلهم تعب. الله يكون في العون يا رب. طيب يا ابو حسين احنا بنقول يعني. احنا حبيبي الله يحفظك، احنا بنقول الرساله باذن الله يا ابو حسين، وسعيد بسمع صوتك. لا الله المستعان يا ابو حسين، احنا يعني قلت لك انا في البدايه نحن قلوبنا قبل اذاننا مفتوحه لكم عشان تقولوا منكم. والله يا ابني احنا بنكلف عليك ما عليك يعني. الله المستعان الله المستعان يا ابو حسين. ولا والله المستعان عليك يا ابني، هذا اقل واجب يا ابو حسين. والله لو صرت لحد حتى لا اذانك بيت علي صور الوضع عندك وضع مدري يا ابني. ولا يهمك يا ابو حسين ان شاء الله. انا هنا على الهواء. ما فيش حتى مرفق واحد يمشي. ولا يهمك ان شاء الله بنقل الرسائل هذه كامله باذن الله تعالى للمختصين يا رب. عبد ربه قول لعبد ربه رئيس الجمهوريه الوارد حقنا المشير الله يطول في عمره. امين. حافظ وفاك عبيان. اوكي. توصل الرساله ان شاء الله يا ابو حسين. يقولوا ايش دعاء اولى بلحم ثوره. او المغربون اولى بالمعروف. يسوي هكذا فلتونا للاخر يا اخوي. ولا يهمك يا ابو حسين ان شاء الله رسالتك بتوصل باذن الله تعالى، وسعيد بسماع صوتك، يعطيك الصحه والعافيه. الله يعطيك العافيه يا ابني. شكرا جزيلا لك. الله المستعان، يعطيك العافيه يا رب، في امان الله. طيب كثير من الهموم طبعا طرحها ابو حسين عن محافظه ابين، ف يعني بعض الاحيان مضطرين احنا ننتقل من محافظه لمحافظه، يعني مش فقط كلها في عدن، كل ما كانت المشاكل متعدده مثلا من محافظات مختلفه، احنا بنحاول برضه نسلط الضوء على كثير من النشاطات او كثير من الاختلالات او كثير من الصعوبات اللي بتعاني منها كثير من المحافظات اليمنيه المحرره. أبو حسين طرح كثير من السلبيات على السلطة المحلية في محافظة أبين، وهنا يناشد رئيس الجمهورية مباشرة بالتدخل لتحسين وضع أبين. لا ماء لا كهرباء، الطرق شبه مغلقة خاصة بالعاصمة المؤقتة عدن بسبب الكثبان الرملية التي تحدث عنها، قال أنه كان في مشروع على أساس ب 47 مليون لفتح الطريق، لكن الطريق ما زال مغلق بسبب الكثبة الرملية، وغياب دور السلطة المحلية نهائيا في أبين، سواء في خنفر أو في زنجبار أو في شقرة، وكثير من الاختلالات بتشوب العملية دي في أبين. إن شاء الله تكون رسالتك وصلت يا أبو حسين بإذن الله تعالى للمختصين. بس تذكير بسيط، يعني أنا ما عنديش عصا سحرية عشان أحل كل المشاكل، إنما كل اللي في يدي إن أنا أسمع منكم المشاكل والهموم، نحاول نحن نتواصل مع الجهات المختصة، نعرف فين مكان من الضعف، ننقل لهم أسئلتكم وهمومكم وهم يردوا عليها على الهواء في حلقات برنامج مع الناس، زي ما حصل في لقاءات كثيرة قدمناها في برنامج مع الناس. أسعد دائما بالتواصل معكم، وكل همومكم وكل مشاكلكم أتحملها على رأسي وعيني، وأفتح قلبي وأسمع كل الهموم والمشاكل بدون استثناء. كل الهموم والمشاكل أسمعها من كل المحافظات بدون استثناء، واللي في يدنا نعمله بأن حننسق مع جهات مختصة لحل الأزمة أو لحل المشكلة أو لحل الصعوبات ممكن نحن نقوم فيه. فقط هنا أود الإشارة لموضوع بريد البريقة، أنه على أساس اليوم إن شاء الله أو بكرة بإذن الله بيتم تركيب أجهزة الكمبيوتر، بحسب وعد الأستاذ أحمد صالح في اللقاء اللي كان معنا مدير عام البريد، مدير عام البريد يوم الخميس، انه اليوم بيتم تركيب الاجهزه ان شاء الله يوم الاحد لانه بدايه الدوام، على اساس يتم فتح بريد البريقه ليعود العمل فيه من جديد، وانه في اجتماع تم بين هيئه البريد في عدن والسلطه المحليه في عدن لايجاد حلول، واتفقوا على مساله مهمه وهي مساله وجود مندوب من مكتب المدير المديريه ليراقب عمليه الصرف بشكل يومي لمنع مساله السمسره والاختلالات التي تحدث. ومعنا سميح من عدن. يا سميح الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله، كيف حالك؟ الله يسلم حالك، حياك الله يا اخي. معنا موضوع النقاط هذا يا اخي. النقاط هذه حق نقطه الرباط هذه، والنقطه الثانيه هذه اللي جنبي يا اخي، استغلال متى شايق ديننا. نقاط امنيه هي ولا نقاط ايش؟ لا نقاط مش امنيه، نقاط حق مقاومه، نقطه الرباط الرسميه هذه كان سواق ديالنا يعني ايجاري 30 ألف ريال من داخل تحجله هذا. معاهم دفاتر حق مقاومه، سامعك دفاتر مش رسميه. ايوه. ويستفزون احنا يعني بالقوه، يشلوا مننا بيس بالقوه. ليش يعني؟ مش عارف، يقول لك رسوم تحسين. رسوم ايش؟ التاجر وهاي سعيد العم يقبلش السندات هذه حقهم، يعني يوم اصحاب دار سعد يوم اصحاب يافح ماسكين النقطه الرئيسيه، كانوا في موظفين، افتهم لك يا اخي؟ ايوه.
كانوا في موظفين تبع صندوق النظافة تبع خالد راشد تبع المحافظة. أيوة أنت معي؟ أنا معك. الرباط وفين؟ الرباط وفين قلت لي يا سمير؟ يا أخي نقطة الرباط على خط صبر. أيوة معروفة نقطة الرباط. على حد ما في الله حد ما في الهنجر هذاك اللي كان في هنجر. معروفة نقطة الرباط. النقطة الثانية فين؟ أيوة ها؟ النقطة الثانية فين؟ النقطة الثانية داخل محطة حق الرباط. داخل محطة الرباط. حق البترول. أيوة. أوكي. هذول معاهم دفاتر وهذول معاهم دفاتر. أيوة. يعني فين حد الروح يا أخي؟ يجنب بك كذا كذا بالقوة تملك كيف بالقوة ويشتري منك بيس بالقوة. كم ياخذ منك يا سميح؟ شو الحال كرتون 5 ريال 10 ريال يقول لك اشتري منك 5000 6000 ريال بدي لنا ومعه دفاتر غير رسميه. نروح لعند هاي سعيد الحمد لله استناده تقول لك هذه غير رسميه حق مقاومه هذه لا مختمه ولا اي حاجه. استملك يا استاذي؟ طيب فين الموظفين الذي كانوا موجودين تبع الصندوق؟ الموظفين صح سندات رسميه ايرادات تورد للدوله. هذه ايرادات تتقاسموها يعني دفاتر تتقاسموها بينه وبين يقطع لك سند ب 10 يشيل منك 5000 بعض الاحيان. سند مش رسمي. اوكي. فاهم لك كيف؟ ايوه. يعني ولا درينا ايش العمل يعني بالقوه يعني اصبح ايجارنا ولا حد اي حاجه نروح ما حد نشتغل جلسنا داخل البيوت ولا ما حد نشتغل. حاضر ولا يهمك يا سميح. نقطة ثانية ولا بس هذه؟ لا لا هذه النقطة يا أخي اللي تعبت الناس كلهم مش إلا أنا الناس كل يا أخي تجي تجزع النقطة تلاقي الناس مجنبين يا أخي. طيب إيش تشتي مني؟ يقول لك سلم رسوم. طيب أنت موظف تبع الدولة أنت مقاومة يعني المفروض تحمينا كاملك تحمينا وتحمي الناس وتحمي هذا كيف تستفزنا تشيل مني بياس؟ دفترك مش رسمي ولا في ما فيش. طيب يا سميح ما فيش يعني لما ياخذ منك الفلوس يسلمك سند ولا ما يسلمكش ولا كيف؟ ما لا لا هكذا اذا انت تشي سند لك ما تشيش يشيل منك كذا يشيل منك 3 4000 ريال 5000 ريال 10000 ريال على 15000 ريال بعض الاحيان يشيل منك. طيب السند في حل لو شلت سند في معك يعني في معه في بو خاتم او في بو حاجه ولا شيء؟ ما فيش ولا شيء. اي خد سند اقول لك مش رسمي. طيب يا سميح ما فيش كربون يا سميح. اه في معك صوره من السند هذا؟ معانا سندات مليان. طيب صور لي الله يخليك بالجوال وارسله على رقم البرنامج بالواتس على طول. الله يحفظك يعطيك الصحه والعافيه. وانا مباشره بنقله لديوان محافظه عدن لحد من المختصين هناك يتابع الموضوع. اوكي بعدين ايش بالله ايش من نقطة يوم صحاب دار سعد يوم صحاب يافع هذه نقطة رسمية يوم بيوم يتناوبوا مشان ها يتناوبوا تبادلوا النوبات؟ لا لا مش تناوب يعني خلاص بحقهم اليوم كامل وهذاك حقهم اليوم كامل كل واحد ما لهش تاخذ الثاني. طيب يعني احنا بننقل الملاحظة دي مباشرة يا سميح. انت بس صور لي السند الله يرضى عليك وسجل لي فوق يعني تحت الصورة ده سند خاص بكذا كذا واسمي فلان انا بحط اسمك هنا عندي مشان اتابع الموضوع. اول ما ترسل لي عن طريق واتساب انا على طول باخده وبرسله مباشره لحد المختصين في المحافظه. تمام يلا شكرا جزيلا. الشكر لله يعطيك الصحه والعافيه يا سميح. يعني مساله اتاوى الان واضحه تقطع واتاوى بحجه انه من المقاومه ومش عارف ايش والى اخره ودفاتر مش رسميه ويستقطعوا مبالغ من 5 ل 6000 والحين 10 الى 15 تطلع يعني حسب حموله التريلا او الدينا كما نقول. وده بسبب طبعا يعني زي ما قال سميح قال احنا ما بنلاقش عد يعني الفائده كلها بتخرج في مساله التقطع هذا وبحجه انه ضمن صندوق نظافه وتحسين المدينه. فمش عارف يعني كان موال في موظفين كما يقول سميح والان ما فيش موظفين نهائيا. السندات الموجوده معاهم بدون ختم رسمي بدون جهه رسميه بس سند استقطاع مبلغ كذا. احنا بنشوف طبعا لما بتوصل صورة السند بإذن الله بنحاول نحن نرسل لحد من المحافظة عشان نشوف ونعرف ايش التعليق على هذا الموضوع ونلاقي رد حول ده الجانب. ابو حسين احنا بنحاول نحن نتواصل طبعا مع قيادة السلطة المحلية في محافظة ابين في القريب العاجل بإذن الله وننقل ملاحظتك ونشوف اذا تمكننا من اجراء لقاء مع محافظ ابين خلال الفترة القادمة ان شاء الله عشان نكون على اطلاع ننقل له كل الهموم والمشاكل اللي جاتنا في اتصالات تقريبا 7 اتصالات الان من منتصف الأسبوع قبل الماضي إلى غاية اليوم 7 اتصالات. فبنحاول نحن نشوف موضوع أبين كيف بالنسبة للكهرباء والمياه والأمن وغياب السلطة المحلية في كثير من مديريات محافظة أبين من بينها خنفر
وزنجبار وشقرة. أرجع أذكر سميح طبعا تواصل معنا الآن نتكلم عن مسألة الاستقطاعات الغير رسمية بالنسبة لنقاط التفصيل في الرباط وفي محطة الرباط. سميح صور السند وترسله على رقم البرنامج بالواتس، ترسل لي إياه وتسجل تحته إنه ده سند كذا كذا خاص بكذا، ونحن إن شاء الله بنعرضه في إطار برنامج مع الناس لما نناقش الموضوع ده. رقم البرنامج موجود عندكم أسفل الشاشة في واتس، نستخدمه لحاجتين: إما تصوروا مقطع فيديو حول مشكلة أو ظاهرة معينة وترسلوه لنا، أو صورة فوتوغرافية حول ظاهرة أو مشكلة معينة برضه ترسلوه لنا عشان نستفيد منه إحنا ونعرضه لما يكون المسؤول معانا، نحن نقول له دي جاءتنا من المواطنين في يوم كذا، تم تصوير كذا ولاحظنا كذا وكذا وكذا، زي ما حصل في البريد، زي ما حصل من قبل في كثير من المشاكل اللي تم طرحها والتطرق له. برضه ملف الجرحى كان جزء منه متطرق له في الجانب ده، استلنا فيديوهات، استلنا صور وعرضناها على المختصين وناقشنا معهم بوجود الأدلة اللي موجودة يعني على الأرض الواقع. فأي حد حابب إنه يقدم شكوى يتواصل معنا، يطرح مشكلته، في عنده وثائق أو في عنده صور أو في فيديو تأكد كلامه، يرسله لنا عن طريق الواتساب على رقم البرنامج. ما ترسلوش عبارة مع الناس على رقم على الواتس، لا، ترسلوا عبارة مع الناس على الاس ام اس، تفتح القائمة الرئيسية حق الجوال، صندوق الرسائل، البريد الصادر، على طول تعمل لي كلمة مع الناس، ترسل على رقم البرنامج، نحن بنستلم الرسائل بنرجع نتواصل معاكم طول اليوم، مفتوح الرسائل لاستلام رسائلكم، ونحن في وقت البرنامج طبعا بنرجع نتواصل معاكم. فاللي بيرد علينا طبعا بيكون من نصيبه انه يطرح مشكلته على الهواء، لانه الغالبيه طبعا يكونوا نايمين بعد الظهر بعد الغداء، فيصادف انه يستلم يعني نتصل لكن ما فيش رد، فنضطر اسفين الى انه نضطر ان احنا ننتقل لرقم اخر او لاشخاص اخرين من ضمن القائمه اللي موجوده معنا من الرسائل اللي بتوصل. طيب بالنسبه كمان للواتساب احنا مستخدمينه لفقره عبر عن رايك في رفض جرائم الحوثي وعفاش، فاللي حابب انه يصور فيديو ممكن يرسل لنا. احنا تقريبا لنا فتره الان بنستلم فيديوهات لكن قصيره جدا، فبنضطر نحن يعني نجهزها مشان نعرضها في الفقرات، فقره عبر عن رايك في رفض جرائم الحوثي وعفاش. ارسلوا لنا المواد اللي انتم تصوروها عن انفسكم، انا فلان وارفض جريمه كذا عن كذا في المكان الفلاني كذا، ممكن نحن نعرضها في فقره عبر رايك. فقرة عبر عن رأيك طبعا ما فيهاش مونتاج نهائيا، زي ما بدي خام احنا بنعرضها. مرة ثانية أذكر ببريد قناة عدن الفضائية identtv.64@gmail.com موجود أسفل الشاشة، لمن يود مشاركتنا بالمواد الفيلمية حول فعاليات، حول نشاطات لمنظمات مجتمع مدني، مؤسسات خيرية، يمكن أن يرسلها لنا عبر بريد قناة عدن الفضائية identtv.64@gmail.com. هنا استغل الفرصة طبعا وأتمنى من الزملاء إعلاميي محافظة أبين إن تمكنوا، أعرف منهم الكثير طبعا، إن تمكنوا طبعا حد ممكن يرسل لي بالصور، أنا شايف بالصور في الفيسبوك وفي تويتر حول طريق عدن أبين إنه مغلق بكتب رملية، لكن إذا في صور جديدة مثلا حد ممكن يرسلها لنا عن طريق رقم الواتس الخاص بالبرنامج حول طريق أبين، أو إذا كان في مشاكل بالنسبة لي أبين، تكدس كمامات، ممكن حتى حد مثلا من المواطنين حابب يشكي همه يعملوا لنا في رسالة ويرسلوا حياتي على الواتساب، وإحنا إن شاء الله بنعرضه لما بنعمل لقاء مع محافظ أبين بإذن الله تعالى في القريب العاجل. ومعنا مكالمة جديدة من عدن. ألو يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سوري؟ الله يسلمك ويعافيك يا أحمد، أهلا وسهلا بك. يا اخي انا صب معسكر هو تواصل مثلي في خازن سلمان اللي في الشيخ عثمان. انا صرت الشرطه اللي عدنا الرئيس بربه مصور هذه بشهر التعب. ايوه. نحن لحد الان لا لحد الان نحن الان لا طب ولا اي قرار من ناحيه يعني الاعتماد العسكري ولا يعني تدريب ولا منها اي حاجه لحد الان. مستنين توفيات المنطقه الرابعه، مستنين كل شيء، منتظرين يعني حوالي يمكن لحد الان تحسبها من 9 و10 و11 و12 و21 3 ما فيش معهم يعني اي اهتمام لنا. منتظرين داخل بيوتنا احنا ولا عملها شيء، نروح كل يوم مؤثرات يعني كل يوم رايحين واجيين لا في اي خبر لنا. يا احمد ايش نعرف ايش الخبر يعني النهائي لنا يعني ايش الخبر عشان احنا جالسين يعني مش الشباب البقية اللي عملوا الفوضى، جالسين داخل بيوتنا كل ادب واحترام منهم منتظرين الله يحفظك يعني الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك يا احمد وربنا يوفقك، بس ايش اسالك سؤال؟ يعني يعني الصور هذا الرئيس حقنا يعني ليش اصحابه ما كذا يعني ما يعني مش احنا لها اي حد لنا.
طيب يا احمد، بس ارد على السؤال لو سمحت. احمد رد لي على هذا السؤال، يعني من بدايه ما سجلوا طبعا فتحوا باب التسجيل في نهايه شهر 8 وبداوا في 9 باستقبال عدد كبير في معسكر غزو النسيج له حزم سلمان. الفتره دي تدربتوا في مجاميع كانت تتدرب فيه صح ولا لا؟ اوكي. نتدرب والله كنا نتدرب الى غايه كم كان التدريب ماشي معاكم يا احمد؟ والله احنا دربنا قبل العيد الكبير، العيد الكبير تمام وتوقفنا قبل العيد الكبير، لغايه قبل العيد الكبير خلاص يعني قبل العيد. وبعدين قالوا خلاص احنا خلاص ما نوقف فيه، قالوا حضروا العسكر تاع الطابور الصباحي. وبعدين احنا خلاص يعني رفعت وجهات عشان الرسول مره كان بيروح الصربان، مره كان احنا العناس، مره كان احنا بيروح سوريا، مره كان بيروح السودان، ما تعرف ايش الخلاص صوب كده. والى الان ما اعطوكمش بطايق، الى الان ما اعطوكمش البدلات الرسميه، ولا اعطونا بطاقه تعريفيه، فقط اعطونا بطاقه تعريفيه. نحن نمشي نعمل حاجه لوطننا، نمشي ندافع عن وطننا، نمشي نعمل شيء. نحن ما نمشي يعني بيات ولا شيء، يعني نمشي نعمل حاجه لوطننا، ما نمشي يعني اكثر من اللازم فقط. نحن والله يعني ربنا يعني نمشي كل حاجه عشان وطننا. طيب يا احمد، أذكر أنه كان في نهاية شهر 9 أو بداية شهر 10 تقريبا كان في مظاهرة أعتقد أمام فندق القصر لما كانت الحكومة موجودة هناك، شيء حد ناقشكم أو من المجاميع اللي خرجت؟ إذا أنت ما خرجتش في مجاميع خرجت، بس أنا شو أسأل يعني هل 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 اتهموكم؟ المجامع هذه بعضهم خربوا سلمية عشان يتكلموا ايش الخبر، قالوا خلاص لكم ان شاء الله خبر خير لكم، شلوا المجموعه هذه اللي راحوا وربوها بيوتهم. ايوه بس اتكلموا علينا بالمعسكر انه معسكر بلطجيه، اتكلموا عنها معسكر الجيش، نحن لا نحقق هذه الحاجه، نحن لا يمكن نعمل اشياء يعني في عدم، لا يمكن نعمل اشياء يعني مش تمام. يعطيك العافية أحمد. احنا إذا ماشي لنا أي مثلا لنا يعني خوات المسكن خلاص يا أخي، لا يجوش علينا احنا ولا يلف علينا ولا يجوش علينا، الناس كلهم قاعدين بعدنا اتعسكروا وسافروا وترسموا حاجة قاعدين تتفرق عليهم. طيب ذكرنا أحمد بس بقائد المعسكر، ذكرنا باسمه. محمود سالم مسكين الله، تعب رايح وادي لنا يتابع، احنا كل مكان محمود سالم عليه. تعب ومعطوش أي ردة فعل. الرجال تعب، جابوا نحن ورقه عشان بيوت نحن الصوربان لحد الان ما شيء خبر. قبل كم دي الورقه؟ قبل كم كانت قبل كم اجتكم؟ ما عندنا، نحن قبل 10 ايام دخل معسكر مطروحه. قبل 10 ايام؟ يعني ايش الخبر هذا؟ يعني الفند حقا تعب والله، قائد اللواء يعني هذا القائم، قائد اللواء هذا القائم يعني تعب، رايح واجي رايح واجي، عشان نحن رجال يعني تعب لنا، عشان نحن تعب وقف معنا وقف رجال. بس ايش ما هي خبر لحد الان؟ ايش السبب؟ طيب اوكي انا معك، بس سجل كل الكلام اللي قلته دونه بس يا احمد. طيب يا احمد، القائد قلنا محمود سالم علي، وفي معكم الان ورقه، الورقه جت من فين؟ من الداخليه، من الدفاع، من فين؟ والله مسجلة، مش انا والله ما قاجل، الشباب كلموا لان انا صح ما راح كثير المعسكر خلاص، لانه يا اخي يافنا. طيب لو كنت بس احنا مع الاسر مش نشقى عليها نتصرف عليها، ما راح نشخلط يا رجال، جالسين بس دي ترى مفهوم يعني عشان مفهوم مفهوم مفهوم. طيب يا احمد ان شاء الله يكون حد سامع صوتك الان بالنسبه للشكوى دي، ونحن برضه بنرجع بنقول للمختصين انه عشان نعرف فين مصيركم، يعني متى بيتم، يعني اقل تقدير لو تم مثلا ضمكم في اطار معسكر الصربان كما قلت بحسب الورقه اللي جتكم فخير كبير، يعني حبه حبه تمشي الامور صح؟ حبة نحن عندنا صبر، بس يا ابو رجال من شاف الشعار، وانت عارفين انه هذا معتمد رسمي من الرئيس، عارفين الخبر سهل باذن الله، ربنا يسهل الامور يا رب ونقدر نسوي حل لهذا الموضوع باذن الله تعالى يا احمد. انا افضلكم، شكرا جزيلا، يفداك العدو يا رب ان شاء الله. الله يعطيك العافيه حبيبي، في امان الله، الله يسلمك. طيب فعلا بالنسبه لمعسكر حزم سلمان اللي كان في المنصوره في عدن اللي هو مصنع الغزل والنسيج، في فترة ما بعد الحرب فتح المكان ده على أساس أنه يتم تجنيد مجموعة من الشباب هناك على أساس وتدريبهم لينضموا في الجيش الوطني،
لكن على ما يبدو الآن أحمد اتكلم أنه يقول يعني من 5 أشهر تقريبا أو 6 أشهر الآن بعد التدريبات وجلسوا في البيت وأعطوهم فقط بطائق تعريفية، ما لقوش أي رد من حد من المسؤولين يناقشهم في الموضوع ده، وجتهم ورقة قبل 10 أيام على أساس أنه بيتم نقلهم إلى معسكر الصولبان، لكن ما فيش أي حل وصلوا له إلى لغاية الآن 10 أيام، ورقة موجودة ما فيش نقل وما فيش متابعة لموضوعهم، لا ضمهم في إطار الجيش الوطني ولا تدريبهم حتى. فيتساءل طبعا عن المشكلة وعن الوضع اللي وصلوا له إلى الآن، مع العلم أنه قائد المعسكر محمود سالم علي يقول أحمد أنه بذل جهد مضاعف إلى أن استخرج الورقة دي أو المذكرة بنقلهم إلى الصولبان، لكن ما زالت مجمدة حتى الآن. فياريت لو في حد من المختصين يتابع الموضوع يفتينا في الجانب ده عشان نعرف، لأنه مشكلة شباب المقاومة مشكلة كبيرة. إذا ما تمش ضمهم في أسرع وقت ممكن، إذا ما تمش ترتيب أوضاعهم كعسكريين في الجيش الوطني أو حتى استكمال تدريبهم، فدي مشكلة كبيرة جدا، لأنهم بكذا يصبحوا قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت. احنا عارفين أن الضغط، كثرة الضغط ولد الانفجار. ومعانا صالح من العربية السعودية. ألو صالح حبيبي، معك معك. هلا صالح. هلا عيوني. حياك. من معي؟ أيمن. أيوة يا أخي، أنت تاج رأسي، أنا دائما بتابعك كل دقيقة وأنا جنبك. أنا يا صالح صلى على النبي، يعني ده أقل حاجة أقدمها للناس، يعني الله يعطيك الصحة والعافية وسعيد بهذا الكلام الطيب، الله يحفظك. الله يكون بعونك. بس في واحد اللي يتكلم على النقطة هذه اللي في الرباط. أيوة. بس لا يرمي حاجة إلا هو بعد ما يتأكد حقيقة. لا، ما هو أنا عشان كده أنا لما بدأ يسميه ناس من كده وناس من كده، قلت له لا، نحن أولا نسأل المختصين ونتابع الموضوع كيف. الله يسعدك، لأني وإياك. عارف هو الله يكون بعونك ويديك الصحة والعافية إن شاء الله. وإياك يا رب يا صالح، وسعيد بسمع صوتك، الله يحفظك ويرعاك يا رب. الله يكون بعونكم إن شاء الله، ورحنا معكم. الله يسلمك ويعافيك يا رب يا صالح. تأمر بشي؟ رضاك، تحياتي لك والطاقم اللي عندك والجميع. الله يحفظك ويرضى عليك ويعافيك يا رب بإذن الله، وسعيد بسمع صوتك، الله يرضى عليك يا صالح، شكرا جزيلا. ويسلمك، والنصر قريب إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله تعالى يا رب، بإذن الله. طيب نرجع نذكر بس ببعض الضرورات وبعض الحاجات المهمة جدا عشان نكون في الصورة. اليوم طبعا يستمر بازار عدن اللي في خليج مول في كريتر تحت مسمى دامع الزكي عدن. البازار المستمر ثلاثية طبعا أمس الافتتاح، وكان بحضور مبهر وملفت كمان، وشكرا للي أرسلوا لنا بالفيديوهات. طبعا إحدى الحاضرات كانت مشكورة مباشرة من دون مطالب من دون أي حاجة، أرسلت لنا بالفيديوهين خاصين بافتتاح البازار، وبإذن الله بيتم عرضهم في أقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا لك. هي قالت أنها مهندسة، يعطيها الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك، أرسلت لنا الفيديو من دون ما نطلب، من دون ما نكلمها، من دون أي حاجة، فقط أرسلت بالفيديو عن طريق الواتس. هذه مقاطع فيديو خاصة بافتتاح بازار عدن دمع الزكي عدن، بس مشكورة، فشكرا جزيلا لك ويعطيك الصحة والعافية أختي الكريمة. ومستمر البازار طبعا كمان لغاية بكرة إن شاء الله، لمن يود أن يشارك أو يود أن يحضر صباحا ومساء مفتوح البازار في خليج مول في كريتر. وبإذن الله، بإذن الله بيدوم عز عدن وجمال عدن وبطيبة أهل عدن، إن شاء الله بتعود عدن زي ما كانت وأحسن بإذن الله تعالى يا رب. بالنسبة للبريد الإلكتروني طبعا نستلم كثير بعض الأحيان من الشكاوي عن طريق البريد الإلكتروني أو حتى شكاوي عن طريق الواتساب، لكن اعذرونا يا جماعة، قلت لكم مرارا وتكرارا الهدف من البرنامج أنه المواطن نفسه يقول شكوته على الهواء، يعني فقط ترسل الرسالة النصية الاسم اس ترسلها لنا على رقم البرنامج وإحنا بنرجع نتواصل معاكم على الهواء، نعرف منكم كل همومكم ومشاكلكم بأصواتكم عشان الكل يتابعه ويكون في شفافية في الطرح. ومعنا مكالمة جديدة من مأرب. علي، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك يا علي. كيف الحال؟ ماشي الحال الحمد لله، أخباركم في مأرب؟ إيش اسمه؟ الحمد لله طيبين. طيب يا علي لو سمحت، علي لو سمحت نقص صوت التلفزيون واسمعني عبر الجوال، الله يرضى عليك. طيب يا أخي، السلام عليكم. الله يرضى عليك، شكرا.
الو. ايوه علي تفضل. يا اخي ما ادري ايش، الحمد لله ما يهمني مشكله ولا شيء الحمد لله، بس عند ناحيه التوظيف وكذا شويه مشكله، يعني اللي ايش اقول لك، يعني التوظيف يعني تاخير التوظيف، يعني ما في توظيف، يعني سجلونا كذا كم مره بعدين ما نزل التوظيف. توظيف ايوه عسكري. علي انت من ضمن الموظفين عسكريا يعني؟ سجلني كم مرة أسجل كذا ولا ينزل اسمي إلا أذكر التوظيف. طيب حبة حبة علي، بس اشرحي الموضوع من البداية، متى سجلت؟ سجلنا قبل فترة، قبل حال شهرين يمكن 3 أشهر. في أي معسكر؟ حد هذا في مارب. ألو. ايوه اسمعك، معسكر ايش اسمه؟ في اي معسكر سجلت يا علي؟ اي هذا شو اسمه، اللهم صل على النبي، اللهم صل على رسول الله، ابوظبي يمكن هو شيء، اي اعتقد ابوظبي. انا مش سامع صوت علي طبعا على الايربيز. طيب مش مشكله يا علي. ايوه علي، بالنسبه يعني قبل 3 شهور سجلت، ايش قالوا لك؟ قبلوا اوراقك، قبلوا ملفك، ولا ايش المشكله؟ ما يعني ما نزلت التوظيف، يعني اقول كذا. طيب ان شاء الله توصل رسالتك يا علي باذن الله تعالى، واحنا بنشوف بنسال وبنعرف ايش المشكله بالنسبه اللي قد تقدموا للتسجيل في معسكرات في مأرب وما تمش قبولهم لغايه الان. يا اخي اسمع، اقصد 4 شهور يمكن ما نزل راتبي، يقول 4 شهور الحين. بنسأل حول الموضوع كامل إن شاء الله يا علي بإذن الله، وانتظر الرد بإذن الله تعالى في حلقات مع الناس قريبا إن شاء الله. تمر بشي ثاني؟ الله يعافيك يا رب، في أمان الله. طيب بالنسبة لعلي، يعني التسجيل في معسكرات وما تمش إعلامهم أو استيعابهم حتى الآن برضو في مأرب، يعني المشكلة مش بس في المقاومة في عدن ولا في أبين ولا في لاحق، بس يعني وصلت حتى لما مأرب، فدي مشكلة طبعا، لكن إن شاء الله تنحل في القريب العاجل بإذن الله تعالى، بس تتعدى الأمور وتتصلح كثير من النقاط السلبية. أرجع أذكر مرة ثانية أنه الهدف الأساسي من برنامج مع الناس أنه برسالتكم النصية اللي فيها عبارة مع الناس، رسالة الجوال SMS على رقم البرنامج، الهدف الأساسي أنه أنتوا اللي تقولوا مشاكلكم على الهواء، يعني الشجاعة أنه الواحد يحط مشكلته على الهواء ويناقشه مع الناس، او يحط معنا احنا في برنامج مع الناس ونحن نبحث له عن حل بانه نناقش موضوعه او نتطرق لموضوعه في اطار لقائنا مع ضيف معين او مسؤول معين، ونحط زي ما انتم شايفين في كثير من الحلقات في مشاكل بنحط السؤال باسم المتصل نفسه عشان نعرف ايش المشكله ويجيبنا المختص او يجيبنا المسؤول. ومعانا مكالمه من العربيه السعوديه. عبد الله الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك يا عبد الله. الله يحييك. تفضل. حبيت ان اشارك في البرنامج مع الناس. اهلا وسهلا بك. احب ان اشكر المقاومه الشعبيه والجيش الوطني. واسال الله ان ينصر المقاومه ان شاء الله. باذن الله يا رب. ويدمر الميليشيات المسلحه الحوثيه. بإذن الله بإذن الله بإذن الله يا رب بإذن الله. ينصر الشعب اليمني إن شاء الله. إن شاء الله تعالى يا رب. تمر بشيء ثاني يا عبد الله؟ الله يحفظك، حبيت ذكرت كلمتين هذه. الله يعطيك الصحة والعافية ويسعدك يا رب إن شاء الله، في أمان الله، مع ألف سلامة. طيب اللي بيتابع البرنامج الآن ممكن يرسل رسالة نصية، احنا ما عندناش مانع، ترسلوا رسالة الاس ام اس مش عن طريق الواتس، لا رسالة الاس ام اس من صندوق البريد العادي في الجوال. الاس ام اس الرسائل اللي بتسلموها طبعا عن طريق البريد بالقائمة الرئيسية، رسائل صادر عبارة مع الناس على رقم البرنامج على طول ترسلوها لنا ونحن نستلمها ونرجع نتواصل معكم، نعرف همومكم ومشاكلكم في الحياة اليومية بالنسبة لكثير من المحافظات بدون استثناء والكثير من المديريات. طبعا عارفين او نذكر انه قبل حوالي شهر ونص من الان كان في معنا متصل من العربية السعودية، احمد الوالي، محمد الوالي، كان ابدا استعداد لما طرحت الموضوع بالنسبة للمياه في
عدن وتحديدا في المعلة أبدى استعداد أنه يتقبل الموضوع ويجمعوا بينهم البين يعني حتى يتشاركوا الإخوان المغتربين في العربية السعودية بإرسال مبلغ مساعدة لمديرية المعلة ومدير مديرية المعلة عشان مشروع المياه لجبل القوارير للشيخ إسحاق لغير المناطق العليا اللي بيحاولوا يبحثوا عن الماء. وإن شاء الله يا رب يكون قد توفق بإذن الله بنرجع نتواصل معه عشان نعرف لفين وصل. ومعنا مكالمة جديدة من عدن. آمنة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أختي. كيف حالك أخ أيمن؟ الله يسلمك ويعافيك يا أم آمنة. الله يعافيك الله يسر عليك. وعليك يا رب دنيا. أنا من فين أبدأ أشتكي يعني؟ نشتكي على الماء ولا على الكهرباء؟ الكهرباء قصته إيه والله. الكهرباء ضرب رصاص الآن. أيوة الآن ضرب رصاص بالمعاشق. كانوا يقولوا نحن زواج فجأة أدرينا إنه بالمعاشق. يا 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 أم آمنة ممكن تنقص صوت التلفزيون عندك شوية؟ أيوة أيوة أخي. أوكي نقصيها بس شوية. لأنا... أيوة. الآن إحنا الآن قبل شوية جالسين نتغدى قالوا في عرس. أيوة. وفجأة كمل العرس. ها. قالوا نحن ضرب معاشق. إيش ذنب الناس اللي تموت هذه الأبرياء؟ ضرب رصاص ولا إيش اللي حصل يعني؟ أيوة ضرب رصاص ضرب يعني صوت انفجارات داخل المعاشق. في خبر. يا أخي هالشيء أمن استقرار. مش مخرج من حويته نقول الشعب بيننا البين نتضارب. طيب يا يا انا مرتاح جالس اهاليهم ما هلمش في برا مش للشعب اليمني المظلوم. يعني ايش رايك يا اخي؟ مش في مين يا امنة؟ من أكد لكم إنه من داخل معاشيق اليوم من داخل معاشيق الناس كلها تتكلم حتى قفلوا الطريق نسمع للهوانات. قفلوا الطريق أنتوا فين في كريتر ولا في المعلة ولا فين أنتوا؟ أيوة أنا داخل كريتر نفسه. في كريتر نفسه. يعني الآن نسمع صوت الطائرات تشيل الإماراتي من داخل المعاشيق. ما شاء الله. طيب ايش 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 بالنسبه لمشكله الكهرباء كمان؟ لان انا عارف انه طبعا الايام قالوا الكهرباء طفي للصي داخل عدن. الكهرباء الان ساعتين تكون لاصيه ولا ساعه وبعدين تطفوا علينا ساعتين. ما 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 وضحوش ما نبهوش ما علموش حد ولا اي حاجه. قال لك سلم الفاتوره لما نجي نسلم الفواتير الفواتير ما تجيش كمان الناس حتى صاحب التحصيل ما يجيش يحصل كمان الناس الكهرباء. طيب تسلموا فواتير يا ام عامله تسلموا فواتير خلال الفتره الماضيه دي استلمتوها؟ لا مرة استلمنا يا أخي بعدين ولا استلمنا ولا حد جن نحنا يعني تطلع لك الآلاف هذه من فين طلعت الآلاف؟ طيب قبل كم استلمتوا آخر مرة؟ يعني بشهر يناير استلمنا الفاتورة. في يناير على شهر عفوا بشهر 12 استلمنا يا أخي. في ديسمبر يعني الفاتورة دي المرزوعة أم 6 شهور اللي أجتك مستشهر مبالغ كبيرة. أيوة مبالغ كبيرة وكانت أنت داري على السنة اللي فاتت الناس قاسين بلا كهرباء. أوكي أوكي. من فين طلعت الفواتح بالكهرباء؟ لا أنا عشان مثلا تخطينا مرحلة دي وقد ناقشنا مع مدير الكهرباء وقال انه مسموح بالتقسيط يعني حتى من 2000 على اساس مشان يقدروا يكملوا بقية عمل الصيانة عشان لما يجي الصيف يحلوا المسألة دي. هذا واحد. اثنين طيب يا اخي الماء. اثنين بالنسبة شوفي نفس المشكلة بالنسبة للمي والكهرباء. والله يا اخت ام عامنا ايوه انا اولا زعلان منك لانك متابعتش الحلقتين دي حق المياه وحق الكهرباء. يا اخي اعذرني صاحب الكهرباء انفرض اليومهم يعني يقطع البرنامج وقت ما يكون في لقاء. ايوه ايش نصلح يعني؟ طيب يا ام امنة ولا يهمك. انا طبعا احاول ان اتواصل مع الاستاذ مجيب الشعبي عشان نعرف الموضوع واسال الله طبعا انه يرد علي اليوم ان شاء الله وبكره نعطيكم خبر اكيد بالنسبه لقطاع الكهرباء. وهذه صوت ضرب الرصاص كمان ضرب العشوائي تموت ناس ابرياء من سبب الراجع. صح من سبب الراجع يعني صح. ايش طالما تكون امنه وصلتي من السوق وجيه من بالنهايه حاملين له مقتول. لا اله الا الله. ربنا يبعد عنكم كل شر ان شاء الله يا رب يا ام امنه. امين يا رب. ربي ينجينا احنا ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب ان شاء الله وربنا يحفظكم كلكم باذن الله. يا رب علينا يا رب ان شاء الله نحاول. اللهم امين. اللهم امين. يعطيك الصحه والعافيه يا ام امنه في امان الله. امين يا رب اخي. الله يسلمك ويعافيك. طيب بما انه ام امنه تكلمت عن قطاع الكهرباء وانقطاع المياه والى اخره كما قلنا ده الرقم المؤقت لعمليات الكهرباء. مش عارفين اذا كان ما زال شغال ولا توقف. فده رقم مؤقت اعطناه الاستاذ مجيب الشعبي قبل اكثر من 3 اسابيع وقال انه مؤقتا وهو 3-8-8-2-7-2 3-8-8-2-7-2 ده عمليات الكهرباء. في حال وجود مشكله بالنسبه للكهرباء ممكن تتواصلوا معهم وتعرفوا ايش المشكله مباشره. اما بالنسبه ان شاء الله ما يكونش يقطع الخط مشغول يا اخي. ان شاء الله انت عندك لسه معي على الخط يا ام امنه.
أنا معك على الخط يا أخي. أوكي. طيب عمليا اصحاب الكهرباء لما نحن اتصلوا بالرقم هذا يردوا علينا ان شاء الله. لا هذا رقم انا مش عارف صراحه، ما قربتش اتصل صراحه، ما قربتش، لكن هو قال انه رقم مؤقت. هو قال انه عسنا الرقم مؤقت بالنسبه لاستلام الشكاوي، لانه بقيت الارقام الاولى اللي كنا نعرفها اللي زي 177 وغيره قطعوها. تمام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يوصل لك كل خير يا رب. شكرا جزيلا لك. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك يا ام امنه، يعطيك العافيه. طيب دي ارقام عمليات محافظه عدن اللي هي 22 اربع مرات من 1 246 911 346 335. ارقام عمليات المحافظه مهمه بالنسبه للمواطن العادي بشكل عام، كما قلنا عشان مساله لما بيحصل بعض الاحيان انه في حركه غريبه في الحي في مكان معين، او سيارات غريبه تدخل في مكان معين، اشخاص بيوصلوا للحي غريبين من غير الحي، يمكن تتواصلوا مع عمليات المحافظه وتعرفوا كل تطلعهم على كل التفاصيل والمعلومات، وهم يقوموا بواجبهم ان شاء الله في ضبط عمليه الامن. لانه في الاول والاخير اذا كنا نحن قادرين ان احنا نتواصل مع الجهات المختصه، يعني كمواطنين نحن نرسل لهم المعلومات نقول لهم انه في المكان الفلاني كذا كذا، الجهات الامنيه بتتحرك وتحاول تضبط الامن، نحن نساعدهم عشان نرجع نعيد الامن والامان ان شاء الله لعدن يا رب باذن الله تعالى. طيب مساله المياه فقط تعقيب على مكالمه ام امنه، مساله المياه والكهرباء كانت من قبل مفروضه بسبب يعني محصوره بشيء معين. اذا ما سلمتش الفواتير يعني مش عارف، انا حاولت ابذل مجهود انه اتواصل مع مدير الكهرباء، تواصلت مع مدير المياه وناقشناهم في اطار البرنامج وقبلوا الاثنين انه مساله التقسيط تبدا حتى من 2000 ريال، لانه المبالغ المترتبه والمتاخرات كانت كبيره جدا. اللي بيفكر يقول طبعا يناقش مدير الكهرباء رد ومدير المياه رد وقالوا اكدوا لما مواطنين طبعا معلش يعني انتم تحدثتوا عن مساله انه الامارات تحملت تسديد الفواتير تسديد المبالغ كرواتب لموظفي الكهرباء وجابت مولدات ومش عارف ايش. اوكي كتر الله خيرهم للحمل الاماراتي، فعلا جابوا المولدات وتحملوا جزء من رواتب الموظفين. ما فيش داعي يعني كل ما نسمع معلومه نروح ندر عليها الحوايج، لانه ما شاء الله كثيره المشاكل دي. يعني موظفي الكهرباء ما يستلمون رواتبهم الى الامن الهلال الاحمر، هي سلمونه حق شهرين او ثلاثه شهور بس من اجمالي الرواتب كلها ككل. فما فيش داعي انه يعني الكلام الواتس وعن طريق قالوا لي وقالوا له بالجوال، دي مصيبه علينا الى الان ما خلصناش منه داخل عدن. فنتاكد من اي معلومه قبل ما نقولها يا ريت عشان نكون على وضوح وعلى بينه. فالمشكله انه في متاخرات على المياه والكهرباء ما تسددتش، البعض تسدد والبعض عدم ما تسددش. طالما انه في متاخرات ما تسددتش معناته انه في قصور في تقديم الخدمه، بيحصل مثلا اما عدم توفر المشتقات النفطيه، بيحصل انه قطع غيار بتروح بتتلف قبل وقته لانه في استهلاك وما فيش تبديل قطع غيار جديده، فدي النتيجه. فبنحاول نحن نعرف من الاستاذ مجيب الشعبي ايش المشكله اللي حاصله الان في الكهرباء، لانه عارفين انه كما يقولوا اول كانت تطفى في اليوم الواحد ساعه ونص ساعتين كحد اقصى، فالان ما شاء الله يقول لك داخلين على 3 ساعات 4 ساعات، في ناس بيقصوا من 8 ساعات بلا كهرباء، مش عارفين ايش المشكله في الكهرباء في عدن. رغم انه الصيف طبعا عدم ما بداش، الصيف عدم ما بداش. ومعنا مكالمه جديده من ابينا ابو علي. ايوه الله يحفظك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واياك يا رب، حياك ابي. الله يحفظك، كيف حالك يا اخي؟ الله يحفظك ويرعاك. الله يحييك يا اخي، اول مره نعزي انفسنا ونعزي الجنوبيين كامل بوفاه الشيخ عبد الرحمن البرعي اللي قاموا باغتياله مجموعه. رحمة الله عليه. أول شيء هذا. رحمة الله عليه. الله يرحمه. بعدين يا أخي إحنا اتصلنا قبل 3 أيام كلمناك على موضوع حق المبعدين، تمام؟ المبعدين قصرياً من الجيش. الجنوبيين الذي بهم قرار في 2013 شهر 9. اللي مستلموش مستحقات. أيوه يعني على أساس أنها هو تختلف عن مدير البريد، ومدير البريد ما ماشي لها اختصاص. لا 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 أنا بس حطيت المسألة قلت له إذا عندك معلومة. يعني إذا كان أيوة ممكن يفيدنا بمعلومة، لأنه ما زلت أبحث عن حد في الجانب الامني مشان يرد لنا احنا خبر. قلت له اذا عندك معلومه هل عززوكم هل بيعززوكم ولا حاجه، قال لي الى الان ما فيش اي خبر، نحن منتظرين اذا عززت وزاراتهم بنصرف. يعني احنا مربوطين اول مره بوزاره الماليه وبجهاز الامن السياسي، اول شيء المدير حقنا هو مختص علينا، والجماعه جالسين داخل السعوديه واحنا في اليمن نعاني الامرين بغال، تمام؟ يعني ما يحسبوا بظروف الناس ايش اللي تعاني، يعني الناس يعني يشتوا الناس تجي في طريقه خطا، تجي في طريقه حرام، تجي في حاجه، يعني بدل ما يجوا يحلوا مشاكل الناس من 2013 شهر 9 للان كل ما الرئيس صلح شيء وقعت عليه خبطه من جنب ثاني. شوف
احنا نطالبكم على انكم تتواصل مع وزاره الماليه ومع جهاز الامن السياسي، يعني هو موجود داخل السعوديه عبد الحليفي، تمام، يعني على اساس انه هذا اصحاب القرار الجمهوري 795 نفر، يعني احنا الامن السياسي منا 178 حوالي نفر، اللي معنا اصحاب الجيش لما هو وزير الدفاع محمد ناصر، شوف ندي لهم البريد، تمام، يعني عادوهم على العمل يستلموا مرتباتهم من المجلس المحلي في فرق مكتب. احنا اصحاب الامن السياسي والداخليه الترب والوزير حقنا الغمش ما نزلونا شيء، كلنا معلقين، تمام، يعني الان في البريد، يعني ما يصلح شيء المرتبه يا اخي عقيد بالله 30,000 ولا 35,000، ايش بيعمل مع الناس راح اسره من 10 نفر من 15 نفر، ايش بيعمل؟ احنا قلنا باليوم 1000 ايش تمام. هذا المطلب، هذا اول شيء، تمام، بالكم احنا تتواصلوا معهم، وبعدين على سنه اللجنه اللي شكلوها ايام المخرجات الحوار يعني ضاعت للان، القضاة اللي كانوا يناقشوا القضيه الجنوبيه ضاعوا، حتى وزير المخرجات الحوار بدل ما يكون الاخ ياسر العصمي يتابع على الرعيني، يعني ما يتابع القضيه الجنوبيه، ان في مستحقات، شوف في فروقات، حسبوا على اساس انه في فروقات من يوم ما تقاعدت الناس الى اصدار القرار الجمهوري، في مستحقات لكل واحد له فروقات مستحقات، يعني على سنه دفعتها قطر 200 مليون دولار، وعلى سنه بدها الى 350 مليون دولار، اللي سلمت البنك المركزي في صنعاء 200 مليون دولار. هذه المستحقات اللي يصرفونها على بشكل فوارق، حسبوا الواحد من 6 مليون من 5 مليون، شوف احنا كلمونا اصحابنا اليوم في اللجنه الامنيه، يقولوا انتم مستحقاتكم هذه. بعدين لما اجى الحوثي خفض الوضع علينا كامل. شفت كيف يا ايمن؟ معك ابو علي، بس اسجل بعدك كل الملاحظات الان. كم قلت لي؟ ال 200 مليون دولار على السنه بتوزع لكل واحد 6 مليون. يعني على حسب تكون من بالك كامل الجروب، يعني اللي خدمته اكثر، شوف بعضهم قاعدوا قديم وبعضهم جديد، يعني كل واحد على حسب الرتبه العسكريه، بحسب الرتبه العسكريه والخروج للتقاعد. ايوه، في من في حسبوا بعضهم اقل حد 4 مليون، في ناس لهم قاعدوهم قبل قصرياً قبل فتره طويله، يعني يوصلوا ل 6 مليون، احنا كلمنا صاحبنا اللي عندها الفواتير، وانا اسمعنا من مجموعه كبيره. اسمه خالد بحلوان، تمام؟ هذا خالد بحلوان استعانت بها اللجنه، تمام؟ اللجنه القضائيه اللي شكلها الرئيس. عد الفروقات وقال هذه فروقاتكم. تمام؟ هذا قبل الحرب صح؟ الحرب ها؟ الى غير قبل الحرب يعني ده كله. هذا قبل لا بينزلوا الحوادث، تمام؟ اوكي اوكي. يعني حسبوا وعدوا الناس من 100,000 ريال. ايش ال 100,000 هذه؟ قالوا حسب بتكون بيصرفون فيما بعد، اجانا بسندوه رئيس الوزراء ضيع البلد ما فيش، اجانا الان برضه قلب بحاح المفروض فيها امل لكن ما فيش، جالسين في السعوديه، هم جالسين في السعوديه والناس مسموش من جوا داخل البلد. تمام؟ يعني يمكن يحسبون انفسهم الناس زيهم مرتاحين. يا اخي الناس ايش توصلوا لطريقه غلط؟ هذا الشيء الاول، تمام؟ هذا بالنسبه لحقنا احنا. بكل وقت برضه على حق الشهداء والجرحى يا اخي. تمام؟ يا اخي الشهداء والجرحى يا اخي لماذا ما يستخدمون لهم مرتب؟ تمام؟ يعني ناس قدمت ارواحهم، ناس في شهداء وناس جرحى، يا اخي اولادهم بلا مرتبات وبعضهم بلا مرتب، بالله هذا يرضي من؟ يعني ساكنين، اذا كان ساكنين في السعوديه ولا بيمددوا على الناس، لم تبي يطولوا الاجراءات حقتهم لما يحرروا صنعاء، انطلق لما يحرروا صنعاء. ها حبايبي يحرروا صنعاء ما بيجي بيطلع الجنوبيين اللي هم مستحقين في البدايه اللي قتلوا واللي راحوا شهداء. طيب يا ابو علي، ها يعني بالنسبه لموضوع مهم اللي طرقت له الان حق التعويضات اللي ما صرفتش، بنحاول نحن نتابع. فقدنا الاتصال مع ابو علي للاسف، الشبكه على ما يبدو في ابين تعبانه، بنحاول نطرق الموضوع مشكله المبعدين القصريه، ندور نشوف لفين وصلنا، لانه الى الان ما قدرناش نوصل لحد في الداخليه عشان نعرف ايش اللي سووا لهم. كما قال الامن السياسي والداخليه ما زالوا معلقين، فما قدرناش نوصل لحد في الداخليه عشان نعرف ايش المشكله هذه ولفين وصلوا في ايجاد حل له. باقي معنا وقت قصير جدا لمن يرغب في اتصال معنا او مشاركه معنا في حلقات اليوم. طيب مساله الرواتب، كما قال كان القرار صادر في سبتمبر 2013 ابو علي لعدد 795 مبعد قصريا للعوده الى العمل، وكان المفروض انه بعد ما اجتمعت لجنه القضائيه عشان التعويضات والى اخره انه حددوا لهم كما يقول هو انه 200 مليون دولار كتعويضات بتصرف للمبعدين قصريا في المحافظات الجنوبيه بشكل عام،
لكن بعد كده تم تسليمهم 100,000 ريال يمني فقط لكل شخص، وقالوا تقريبا يعني بحسب الاخ اللي جهز، الاخ جلال اللي جهز كشوفات، وعدهم انه على اساس بحسب المبالغ وبحسب التعويضات والى اخره بيستلموا حوالي 4 مليون، فمش عارفين ايش اللي حصل. هل جلال صح او في حد ممكن يطلعنا على الموضوع ده بشكل اسلم من المسؤولين في الحكومة اليمنية؟ يا ريت لو حد يتجاوب معانا في التواصل، اللي بنحاول نتواصل بالفترة الثانية معهم عشان نعرف ايش المشاكل ونحط النقط على الحروف، وما يكونوش الناس زي الاطراش في الزفة ويعرفوا في راسهم من رجليهم. طيب يبدو انه في طبعا بالنسبة لمسألة مهمة، طبعا ارجع اذكر الاخ سميح اللي تحدث عن النقاط الغير أمنية أو نقاط المقاومة اللي موجودة في الرباط وداخل الرباط. سميح ما تنساش، الله يرضى عليك، صور لي السند وارسل لي إياه عشان الحق اليوم، ضروري لازم يا سند سميح عشان الحق أرسله لجهات معينة في محافظة عدن يشوف الموضوع ويفتونا فيه ونعرف إيش نرد عليك يا سميح بالنسبة للتحصيل هذا غير المشروع، يعني من 5 إلى 6 إلى 10 إلى 15 ألف على السيارة الحمولة، بحسب حمولته بياخذوا نسبة كبيرة منها. أحمد طبعا برضو كمان بيناشد لإيجاد حل لمشكلة معسكر الغزل والنسيج، معسكر حزم سلمان اللي لهم أكثر من 5 أشهر إلى الآن بعد ما تم تدريبهم، أعطاهم بطائق تعريفية فقط وجالسين خليك في البيت، لا شغلة ولا مشغلة ولا حتى تدريبات ولا آخره، فقط أعطوهم مذكرة على أساس أنهم بينتقلوا لمعسكر الصولبان قبل أكثر من 10 أيام، وبرضو ما فيش أي ردة فعل من هذا الجانب. أبو حسين من أبيان طبعا أعطانا إحنا مجموعة نقاط حول قصور في الموضوع، موضوع محافظة أبيان طبعا، لا كهرباء لا مياه، الطرق كلها مغلقة خاصة الطرق رابط بين عدن وأبيان مغلق بسبب الكتبة الرملية، وأنه كان في مشاريع لكن المشاريع دي كلها في الهواء على كلام أبو حسين. ويقول أن السلطة غائبة نهائيا، فيناشد الرئيس للنظر إلى أبيان والوضع المتردي فيها. كمان اتصلت الأخت أم آمنة من عدن تتكلم عن المشاكل في الكهرباء والمياه وضرب الرصاص العشوائي اللي مش عارفين فين مصدره، فالأمن أصبح مفقود داخل عدن، فياريت حد يعني ياريت أنه نرجع من جديد ونعيد الأمن الأمان كما قالت أم آمنة عشان المواطن يقدر يعيش في هذه الظروف. أبو علي تحدث عن مشكلة المبعدين قصريا اللي بيتم تعويضهم وتمش تعويضهم إلى الآن وما زالوا معلقين، لا تم رفع رواتبهم ولا تم تسليمهم المبالغ اللي كانوا موعدين فيها كتعويضات. دي خلاصة الأسئلة والاستفسارات اللي وصلتنا اليوم. سميح ما تنساش، الله يرضى عليك، ترسل لي صورة من السند اللي قلنا عليه حق محطة الرباط، نقطة الرباط، ارسل لي بالسند ضروري جدا على رقم البرنامج على الواتس، ارسل لي اياه. فخطوطنا طبعا الخط الجوال مفتوح لاستلام رسائل اس ام اس، ما فيش رنات ما فيش اتصالات لانه ما حد بيرد، هو جهاز استلام رسالة بس رسالة نصية، والواتس مطروح فقط لاستخدام مواد فيلمية أو صور حول مواضيع أو مشاكل تحبوا أنكم تشاركوها فينا زي ما وعدنا حسن سميح. عمليا وصلنا لختام حلقة اليوم بإذن الله تعالى، ألقاكم يوم غد مع اتصالات جديدة، كل ما زادت نسبة الاتصالات حول موضوع معين نحدد الضيف إن شاء الله يوم الربوع بإذن الله، نعرف من بيكون معنا يوم الخميس. أستودعكم الله على ملقى بكم بإذن الله تعالى يوم غد، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.